ناس كتير عاشوا جزء كبير من حياتهم في معاناة وتعب ومرض وعزلة بسبب مرض السمنة ومضاعفاتها وأضرارها، وبيبقى حلمهم الوحيد إنهم يتخلصوا منها ويرجعوا لصحتهم وحياتهم الطبيعية، يلبسوا اللي نفسهم فيه ويتحركوا براحتهم. للأسف كتير بيفتكروا إن حلمهم ده مش هيتحقق وبيوصلوا ساعات لمرحلة اليأس. النهاردة هنقول لكم إن مفيش حاجة اسمها مستحيل لأي حد عايز يغير حياته ويتخلص من كابوس السمنة، لأن معانا النهاردة إن شاء الله ضيفة قدرت تغير حياتها مدام ولاء. هنعرف حكايتها ومعاناتها مع مرض السمنة وازاي اتخلصت من السمنة ومضاعفاتها وعدت محنتها وقد ايه هي مبسوطة بحياتها دلوقتي. وكمان منورنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور احمد السكي، استاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. دكتور احمد اهلا بيك، منورني. اهلا بيك. مدام ولاء منورانا. اهلا بحضرتك. يعني دايما حضرتك بتجيب لنا حالات وتفاجئنا بحالات ليها نتيجه هايله مع العمليات اللي حضرتك بتعملها. خليني بقى اسمع من مدام ولاء، لانه واحنا بندردش دلوقتي قلت لي المشكله عندها ما كانتش مشكله سمنه بس. ايه حكايتك يا مدام ولاء؟ انا بدات قبل 3 سنين، يعني انا سكر 14 سنه. عندك سكر بقالك 14 سنة؟ 14 سنة. يعني 10 سنين قبل العملية. بدأت الأول بحبوب عادية، بدأت طبعا مش جايبة معايا نتيجة، اتحولت الأنسولين، قعدت 6 سنين أخد أنسولين. جيت في وقت جسمي عمل مقاومة للأنسولين. خلاص جرعات عالية جدا، غيرت يعني يعتبر أنا جربت كل أنواع الأنسولين. وكان وزنك مليان؟ 135. مع السكر صعب يعني قوي. بداية السكر كان وزني 95. مع بداية السكر؟ مع بداية السكر. بدأ طبعا مع الانسولين، مع الجرعات الوزن يزيد، الجرعات تزيد. مع ان المفروض السكر يعني وزنك يقل. مش كل الحالات. في الاول مع الاقراص السكر ممكن يقلل الوزن، لما بترجع تاخد انسولين، الانسولين هرمون بيزود التمثيل الغذائي للجسم ويخلي المريض يزيد في الوزن. لسه كان بيقول لي الدكتور شفتي صورتها؟ قلت له هشوفها على الهوا. معقوله؟ دي السنه اللي انا عملت فيها العمليه، اللي انا قررت اعمل فيها العمليه. انت شكلك واحده تانية خالص. اتنين تانيين صحيح والله على رايك. لا طبعا فرق جامد جدا. وبعدين كملي. بدات بقى ايه، خلاص الانسولين انا مشكلتي طبعا ما كنتش قادره ولا تعملي دايت ولا يعني مع الوزن ده. بيتهيألي يا دكتور انها تتبع نظام غذائي معين بيبقى الموضوع صعب شويه. هو الجسم بيتقلب لان الحرق بيقل جدا، واي تاثير للدايت الجسم بيقلل مستوى الحرق اقل من كميه الاكل اللي هي بتقلل، فما بيجيبش نتيجه كويسه. الى جانب الانسولين دايما بيطلب من المريض انه يزود الاكل والا يهبط. طبعا بيضطر ياكل. والانسولين ياخد الاكل يحوله لفاتس ودهون فتتراكم في الجسم. وبعدين الفاتس تعمل حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، مقاومه للانسولين. فيبتدي ياخد جرعه اكبر. دي بنسميها الفيشوس سيركل بتاع الدايابيتس مع السمنه مع انسولين ريزيستنس. بيبقى الموضوع صعب. حاجه اسمها ناش، يبتدي تراكم دهون في الكبد، يبتدي يعمل حاجه اسمها استياتو هيباتايتس او التهاب كبدي، يعني فندخل في دوامه امراض ثانيه، تبتدي يحصل ارتفاع في الكوليسترول، يحصل حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم اكس او المتلازمه الايديه اكس. يعني سيناريو خطوه بتجيب خطوه بتجيب خطوه، وكله بيمشي في سيناريو لا قدر الله لمشاكل صحيه كتير. كملي بقى عشان انا عارفه انه في قصص ثانيه غير السكر. لا في قصص كتير غير السكر. هي انا انت كان اول الامراض عندك السكر؟ كان السكر. تمام. السكر بدا يجي، بعد كده ضغط. بدات احس على طول رجليا. طبعا مع النظر، النظر دي حاجه اساسيه بالنسبه طبعًا. للسكر طبعًا. اثر على نظري كتير. بس كنت الى حد ما يعني مأقلمه نفسي معاه. لحد ما لقيت نفسي دخلت في قصص تانية، قصص قلب وشريان تاجي كل ده من الدهون، كل ده من السكر، من ارتفاع من السكر. ان انا ما قدرتش، جيت في فترة جسمي عمل مقاومة للانسولين، ما بقيتش خلاص جرعات عالية السكر عالي. جات لي جلطة، حصل معايا جلطة في القلب. بناء عليها عملت قسطرة. اول قسطرة عملت فيها 3 دعامات في الشريان التاجي. شريان دخلتي في دوامات كتير. دخلت في دوامات وما زال السكر عالي. شهر 5
انا عملت اول قسطره شهر 9، عملت تاني قسطره سكر عالي مش قادره اسيطر عليه، تاني عملت القسطره التانيه. دعامتين بقى كده عندي 5 دعامات. يا نهار ابيض. طب لقيت نفسي، طب انا هروح فين اكتر من كده؟ قررتي ايه بقى يعني؟ بتفرج بالصدفه. لسه كنت هقول لك عرفتي دكتور احمد ازاي؟ بالصدفه والله، يعني بقى على قناه كده لقيت الدكتور احمد السبكي استشاري جراحات السمنه والسكر، فسالت نفسي هو في جراحات للسكر؟ كده يعني، فاخدت الرقم اتصلت عايز اكلم دكتور احمد، كلمت دكتور احمد في نفس اليوم انا وضعي كذا كذا كذا، واتكلمت مع الدكتور وحكيت له على كل ظروفي وما كانتش اساسها السكر، كان اساسها ان انا دخلت في قصه القلب بقى. وزني كذا. خلاص الدكتور قال لي دكتور القلب انت خلاص ما فيش قسطره تاني، في قلب مفتوح تاني. خلاص هتيجي مره تانيه بنفس الوضع ده في قلب مفتوح. فالدكتور احمد قال لي خلاص ما فيش مشكله، واتكلمنا وتواصلنا، عملت تحاليل وبعتها له، قال لي ان شاء الله السكر يروح ايه بالعمليه دي. فبدات من هنا قرار العمليه. بس ما كنتش خايفه من القرار لان ايه اللي هيحصل معايا اكتر من اللي انا فيه. فوصلت لمرحله ايه يعني ايه هي موته ولا اكتر. عملت تحويل مصغر للمعده. عملنا تحويل مصغر للمعده لان هو طبعا العمليه الاقوى للسكر اللي بقاله فترة طويلة وبدأ يوصل لإنسولين ريزيستنس، مقاومة للإنسولين، التكميم بالنسبة له هتبقى عملية ضعيفة. تكميم ممكن يصلح للسكر ومشاكل السمنة في بدايتها في أول سنة 2-3 لما يبقى المريض لسه على أقراص ولسه البنكرياس في درجة من الكفاءة الكويسة، لكن بعد فترة بيبتدي البنكرياس يضعف، بيبتدي فيه إنسولين ريزيستنس، بيبتدي المتلازمة كلها اللي احنا بنسميها المتلازمة الأيدية تبتدي تتكون زي ما حضرتك شفتي، ضغط، سكر، كوليسترول. حضرتك اللي اخترت لها العملية؟ أكيد أكيد. ما رحتيش مدام ولاء وانت عارفة ان انت عايزة تعملي دي؟ لا، انت سبتي الاختيار لدكتور أحمد. للدكتور انا لما يعني ما كلمته قال لي يعني هي كذا عملية كذا. انا ما بصي انا سددت الدكتور من اول مكالمه يعني خلاص انا ايه اللي هيحصل، انا لو الخطوه دي انا ما استفدتش منها فمش هتضرني اكتر من اللي انا فيه يعني. فسبت الاختيار للدكتور. كان الاختيار ده يا دكتور بالتحديد عشان مرض السكر، هي العمليه الانسب لمرضى السكر. هي زي ما قلت لحضرتك السيناريو ده كله مرتبط ببعض، ممكن حاجه فيهم تيجي قبل الثانيه، يعني ممكن مريض يبقى عنده ضغط بس وسمنه مثلا، بس هو لازم يبقى عارف ان لا قدر الله ممكن يجي على طول السكر، كوليسترول موجود، يبتدي يعمل تصلب شرايين، بس ممكن يتفاجئ بالكلام ده مره واحده. فاحنا دايما بننصح ان لا، اول ما نبتدي علامات السمنه السكر بدايه الطريق نلحق بدري قبل ما نحصل مشاكل، يعني لا قدر الله مدام ولاء كانت دخلت في جلطه في القلب. فالحمد لله ربنا ستر، فلما عملنا العمليه خلاص حاله القلب اتحسنت خالص، ما بقاش فيه ولا قسطره ولا مشاكل في القلب، مجهودها بقى احسن، يعني غنتها عن انها تاخد خطوه ثانيه زي جراحه قلب مفتوح. ففي ناس ممكن تتاخر بقى، يعني احنا بيجي لنا ناس بعد جراحه القلب المفتوح ويقول خلاص الدكتور قال لي انا كده ما عنديش حاجه اعملها لك، يا تخس وتفقد وزنك، وهو السمنه هنا بيفرق في حاجه في العمليه، بيأثر على حاجه معينه؟ لا، احنا اكيد كل ما الحاله تبقى في مرحلة مبكرة كل ما يبقى بالنسبة لنا أسهل. لكن الحالات اللي وصلت للمراحل دي عادي جدا بتتظبط، وإحنا الحمد لله التخدير الآمن دلوقتي بالروكرونيوم خلى الموضوع أصبح سهل. الروكرونيوم دواء تخدير ملوش تأثير ولا على القلب ولا على النفس ولا على المشاكل الصحية زي قصور الشرايين للمخ والأطراف وهكذا، وبالتالي اصبح في طفره كبيره في عالم التخدير، وحالات صعبه ما كناش بنعرف نعملها زمان دلوقتي اصبح من السهل اجراءها، بس باتباع المعايير الدوليه الادوات الحديثه اللي بنخلص فيها العمليه كلها في ساعه الا ربع. فالمريض ما بيحسش ان هو عمل عمليه كبيره ولا قعد وقت تخدير، ما بيدخلش رعايه حتى بعد العمليه رغم ان حالته متاخره. فاصبح الحمد لله في فرق كبير قوي في العصر اللي احنا دي العمليه يا دكتور. ده التحويل المصغر ببساطه، الناس ما بتتخيلش طب ايه علاقه التحويل بالسكر؟ ازاي يضيع كل ده؟ هو لغايه ما ظهرت عمليه التحويل ما كناش فاهمين ارتباط السمنه بالسكر بالكوليسترول، احنا شايفينهم كلهم مع بعض بس مش عارفين الرابط ده ايه. لما عملنا التحويل المصغر بهدف التخسيس لقينا ان الجزء اللي اتعزل من المعده ده في تغير جذري بيحصل، سكر بيروح، ضغط، كوليسترول، مشاكل القلب بتروح، فبدا العالم كله يدور في الجزء اللي اتعزل. فعلا طلع ان في هرمون
للشهية اسمه جريلين، هو اللي بيفتح الشهية، وهرمون اسمه ليبتين هو اللي بيعمل الضغط وارتفاع الكوليسترول ويبتدي يعمل تصلب الشرايين والقلب والمخ ومشاكل الجلطات. هرمون الجي ال بي 1 اللي بيعمل السكر. وعشان كده قدرنا نفهم هم ليه دي اسمها امراض العصر، ليه مرتبطين ببعض، وليه العصر بتاعنا لما بقى فيه شويه قله مجهود ما بقيناش نلعب رياضه ونمشي مسافات، العربيه بتوصل كل حاجه بنعملها دلوقتي كل حاجه واحنا قاعدين، والريموت ما بقاش فيه المجهود بتاع زمان اللي بنقدر نحرق ونمنع السمنه فنمنع المشاكل. صح. لا بقينا كلنا داخلين في 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 كاتيجوري الستاندرد اوف لايف اللي فيه ليزي شويه، كسلانين شويه. فاصبح عشان كده ده ما كانش موجود زمان، رغم ان دي امراض مرتبطه بستاندرد اوف لايف، طريقه حياه. صح. زمان كان كل حاجه فيها مجهود وفيها حركه وفيها مشي وفيها رياضه، دلوقتي لا ما بقاش في حاجه خالص. عشان كده العصر بتاعنا ارتبط بالامراض دي، وعشان كده لما عملنا العمليات دي رجعتنا للتخلص من هذه الامراض، لان احنا خلصنا من الهرمونات المؤديه لهذه الامراض. طيب مدام ولاء، احنا اتكلمنا على قبل العمليه، كلميني بقى على بعد العمليه، السكر اخباره ايه؟ لا انا لما كلمت الدكتور وسالته عن السكر قال لي يعني انت عشان يعني قعدت فتره تاخدي انسولين فالسكر ياخد معانا وقت، يعني في مرضى بتخرج من المستشفى بعد اسبوع مطلع العلاج، في شهر انت هتاخد معاكي 3 شهور، هنبدا نخفف في الجرعه، بعد كده هناخد منظم مرتين، بعد كده المنظم ده يبقى مره، بعد كده يبقى ما فيش. فعلا على مدار ال3 شهور بدات اخفف الجرعه الانسولين، وقفت الانسولين خالص، بدات اخد الحبوب منظم مرتين، بقت مره 3 شهور بالظبط. كنت انا كنت كل علاج السكر بالنسبه لي خلاص. انت بداتي العمليه، عامله العمليه بقى لك قد ايه؟ في 2016. 2016 كنت بادئه وزن 135، والنهارده بقى وزنك كام؟ 72. يا دكتور كنت اسمع انه لا طبعا واحده تانية خالص، واحده تانية خالص وما شاء الله زي القمر. اتنين تانيين. لا يعني فرق مش طبيعي، يعني اللي يشوف الصورتين عمره ما هيعرف ان دي هي دي. طبعا خدي بالك حضرتك كمان قد ايه السنه بتكبر وبتغير الملامح وبتغير الشكل شوفي حضرتك بتقولي ايه. ناس كتير معتقده ان مريض السمنه لما يخس هيبان عليه العجز وسنه يكبر، وظاهر ما حضرتك شايفه العكس تماما. بالعكس، ان السمنه بتدي الانسان عمر يزيد 10-15 سنة. عملية تجميلية من مفيش. يعني ايه الناس بتروح تعمل عملية تجميل عشان تصغر؟ عايز اقول لحضرتك ان هي خست وفقدت الوزن رغم انها بتاكل كل حاجة. يعني دي في حاجات كده الناس ما بتصدقهاش الا لما يشوفوا تجربة حية. وعشان كده احنا لما بنحب نجيب مريض بنجيبه عشان غرض معين، عشان المفاهيم الغلط اللي الناس بتقعد تقولها. الناس مش مصدقة طبعا ازاي اكل واكل حلويات واكل كل حاجه وانا كان عندي سكر وعندي سمنه وسكر يختفي وما يرجعش وسمنه تختفي وما ترجعش. يعني حضرتك بتاكلي كل حاجه دلوقتي يا مدام؟ كل الحاجات اللي كنت ما كنتش افكر ابص عليها. طب ايه المضاعفات اللي حصلت بعد العمليه؟ يعني من ضمن الكلام اللي دكتور احمد بنتكلم فيه دلوقتي انه ناس كتير جدا تقعد تقول لك ده بعد العمليه احنا بندخل في معاناه شديده جدا، قيء مستمر، مش قادر اقف على رجلي، الام طول الوقت في معدتي، ما بقتش اقدر اكل حاجه، ما بقتش اقدر اشرب حاجه. يعني ده الكلام اللي ممكن يكون. لا انا مفيش عندي، انا سالت الدكتور في الاول قبل العمليه على الحاجات دي كلها لاني انا سمعت عنها. لا مفيش اي حاجه من دي حصلت معايا، هي بس اول فتره 10 ايام بعد العمليه على اساس المعده بيبقى وضع جديد وكده. لكن انا عرفت حدودي، انا امتى شبعت، امتى خلاص ما ازودش عن كده خلاص. يعني انت اكلتك طبعا اختلفت تمام، كنت الاول بتاكلي كتير؟ انا كانت مشكلتي مش في الاكل. انا كنت باكل، بس كانت مشكلتي في المواد، البيبسيات، العصائر، الحلويات والمياه الغازيه دي كانت مشكلتي. لكن اكل كاكل كوجبه لا، انا ممكن ما كنتش اكل كتير، بس كانت مشكلتي في الحاجات دي، الحلويات، في الحلويات والسكريات، عصاير، بيبسيات كده. لكن بعد العمليه انا باكل كل اللي انا عايزاه، حلويات، سكريات، بس اكيد بكميات قليله، يعني بتاخدي حاجه بسيطه. لا وخلاص. لا لو قدامي لحد ما اشبع احس ان انا شبعانه خلاص، شبعت منها. عايز اقول لحضرتك حاجه، انا ما بقتش اساسا متقبلاها الحلويات نفسها. انا كان علشان كانت الاول ممنوع عن، لا دي ممنوعه، لا انا هاخد دي، لا انا عايزه اكل دي. لكن دلوقتي لا.
في حاجه في العمليه دكتور بتحصل بتقلل فكره الشهيه الزياده للسكريات؟ أكيد سواء في التكميم او في التحويل، هرمون الجريلين المسؤول عن الشهيه والرغبه الشديده والنهم في الاكل بيروح خالص. لكن التحويل بيزيد عن التكميم في نقطه ان الانسان بيقدر ياكل كميات اكتر ومع ذلك يخس اكتر ومضمون ما يرجعش تاني اكتر. يعني دي حاجه كده ما كناش نتخيلها، ان في عمليه تسمح للانسان انه ياكل وياكل الانواع اللي هو عايزها وبالكميات اللي بتشبعه، في نفس الوقت لا يتخن تاني ولا السكر يرد عليه تاني ولا يعاني من المشاكل الصحيه بسبب اللخبطه اللي بيلخبطها. هي دلوقتي ما انت ماشيه على حبوب للسكر ولا لا؟ لغيتيها خالص؟ ما فيش اي حاجه، ما باخدش اي يعني اختفى السكر خالص تماما بعد 3 شهور من العمليه. يعني بقى 3 شهور ولا انا حبوب منظم، مفيش اي حاجه للسكر باخدها. بتتابعي لحد دلوقتي مع دكتور احمد؟ المفروض تتابع قد ايه يا دكتور؟ احنا بندي للمريض تشانس ان هو وقت ما يحب يتواصل معانا يتواصل، لكن المتابعه الضروريه ان احنا بنقول له في خلال اول سنه ونص بنشوفه كل 3 شهور على اساس هو لو عنده اسئله يسالنا، ونتشيك على الفيتامينز، وانه ما عندوش اي مشاكل ممكن يكون بيعاني منها احنا ناخد بالنا منها فنقول له خد الحاجه الفلانيه. بعد كده خلاص المريض بيبقى له الكونتاكت معانا انه يوصل لنا او حتى يبعت لي رسائل على الواتس وارد عليه لو هو عنده استفسار. بالنسبه لحاله مدام ولاء، هل كان في اختلاف في التجهيزات، في يعني رولز معينه خاصه بيها، خاصه ان هي بتعاني من كذا حاجه، يعني سكر وضغط وكوليسترول وعمليه في القلب؟ الحقيقه معظم عياننا بيعانوا من هذه المشاكل الصحيه، والا هو جاي يعمل عمليه ليه؟ فاحنا واخدين على التحضير الجيد للمريض عشان العمليه تمر بسلام، والحمد لله قدرنا نوصل 0% من المضاعفات، ان ما يبقاش فيه خالص اي مضاعفات لا اثناء العمليه ولا بعد العمليه، لان احنا الحقيقه بدانا المشوار ده من اكتر من 15 سنه. فاخذنا خبره في الاف الحالات، حتى دكاتره التخدير بتوعنا مميزين جدا وبنسفرهم بره مخصوص. دايما الناس بتبقى اكتر حاجه تقلقهم موضوع التخدير دلوقتي طبعا، في اي عمليه طبعا، بالذات في هذه الحالات. فاحنا لازم بنهتم بكل التفاصيل الدقيقه، مش بس في طريقه اجراء العمليه ولا في الادوات، لا حتى المستشفى، حتى اطباء التخدير، حتى ادويه التخدير. الروكرونيان ده بنجيبه من بلجيكا مخصوص، وده بيفرق او فرق معانا جدا من اكتر من 3 سنين، وسفرنا الدكاتره، شفنا بروفيسور مولير اشهر دكتور تخدير في العالم، وخدوا كورسات وعلى طول في تواصل بيننا وبينه. فده على طول بيخلي التيم بتاعنا ابديتد، بياخد كل المعلومات، والمريض كمان يبقى مطمن. احنا بالظبط عايز اقول لحضرتك وبدون مبالغه، بنعمل العملية بمواصفات تكاد تكون في أماكن معينة في العالم، يعني حتى مش كل أماكن في أوروبا أو في أمريكا بتتعامل بهذه الكواليتي من هذه التفاصيل الدقيقة. العملية بتاخد وقت قد إيه تقريبا؟ العملية دلوقتي ما بتكملش ساعة بإذن الله. ساعة؟ والأدوات الحديثة خلت الموضوع سهل وأمان زي ما قلت لحضرتك، بدون مضاعفات على الإطلاق. حصل اي مضاعفات يا مدام ولاء بعد العمليه؟ في اي حاجات حسيتي انها هي غريبه فبعتي لدكتور احمد او اتواصلتي معاه وقلتي له انا في حاجه مش فاهماها، في حاجه؟ لا مفيش خالص. خالص يعني، بس انا كنت على طول بتواصل مع دكتور احمد في اي حاجه خاصه بالعمليه او مش خاصه بالعمليه، بس انا ما حصلش معايا اي مضاعفات. عملتي العمليه وخرجتي بعد قد ايه؟ خرجت بعد يومين. يومين يعني قعدت يوم بس، يوم في المستشفى. وخرجت النهاردة برضو، يعني رغم ان في ناس كتير ممكن تكون بتسمع وبتشوفنا وبتشوف طبعا الفرق الفظيع في الصورة، بس على فكرة محدش هيصدق ان ديت انا. بصي هي ملامح، محدش هيصدق ان دي ملامح وشك شوية، انت حتى في وانت يعني وانت مليانة مطلعة الطرحة لبره عشان تداري جزء كبير من الدهون اللي ممكن طبيعي تكون موجودة في الوش، بس طبعا يعني هو يعني ملامح شويه، المناخير هي لا لا بس محدش هيصدق ان دي لا شويه حاجات كده بسيطه يعني. قولي لي، تنصحي الناس اللي بتبقى قلقانه من فكره انها يعني تقدم على خطوه زي دي انها تعمل عمليه؟ اقول لحضرتك حاجه، هي اول نقطه الدكتور اللي هتعملي عنده العمليه. في ناس كتير، حالات كتير انا سمعت عنها وناس انا اعرفهم شخصيا، الاختيار في الدكتور كان غلط. ده حقيقي، مش عشان دكتور احمد موجود والله، ده حقيقي، الاختيار كان غلط في الدكتور. اهم حاجه ان انت تختاري الدكتور الصح طبعا. ما تسيبيش نفسك بقى لما تدخلي مرحله انك داخله اوضه العمليات مضطره،
انت مضطره لازم تدخلي عمليات. لا ما لازم الاختيار يبقى صح. لا وما شاء الله دكتور احمد يعني يبقى بدري، سمعته جميله وبنشوف حالات كتير جات معانا هنا في البرنامج الحقيقه ده حقيقي هايله جدا. الدكتور اهم حاجه في اختيار العمليه القرار بقى، يعني وقت القرار امتى. طب انا ما اسيبش نفسي لما ادخل مثلا اوضه عمليات انا مضطره ان انا خلاص داخل غصب عني يعني. لازم، وانا كنت دخلت بدات ادخل في المرحله دي فعلا، انا كنت السكر وعشر سنين والموضوع ماشي معايا خلاص تمام. كان نفسك يبقى بدري عن كده شويه؟ كان نفسي يبقى بدري عن كده، كنت افكر في الجراحات دي بس ما كنتش اعرف حاجات جراحات السكر دي تخسيس وكده، بس انا كنت خلاص يعني اكلمه نفسي مع سكر وخلاص. لكن لما بدا الموضوع يدخل معايا، طب ايه اللي رايحه فين اكتر من كده؟ حركه مش عارفه اتحرك في بيتي مع اولادي، مش قادره نفس، حاجات كتير. طبعا انا بحييك ان انت خدتي خطوه زي دي، وانا معاكي جدا انه كان لازم تاخديها من فتره طويله، لما تلاقي النتيجه شكلها كده يبقى كان يبقى من بدري كمان. كان لسه الناس بتبتدي تثق في العمليات، احنا بدانا الرحله دي من 2009، لكن كان في ناس كتير لسه حتى المتخصصين مش مدركين يعني ايه عمليه هتضيع السكر والضغط. احنا متعودين على ادويه، لما بيشوفوا بقى النماذج كتير قدامهم عملت العمليه دي اكيد بيبقى في ثقه اكتر. دكتور احمد نورتني، بشكر حضرتك جدا. نورتيني يا مدام ولاء، واشوفك على خير ان شاء الله. بشكرك، بشكر حضراتكم مشاهدينا، واشوف حضراتكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم. في الدنيا دي رحلة، لو نعمل خير قد ما نقدر هنلاقي بكرة أكيد أحلى. لو كل الناس مدت إيدها بالخير والحب لبعضيها هنلاقي الدنيا بقت جنة، والرحمة والعدل ماليها. لو يبقى الحب في تفكيرنا ونحب الخير برضو لغيرنا، هنريح قلبنا وضميرنا والدنيا يبان أحلى ما فيها.